السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إن تدخلي ينصب حول الضريبة المتعلقة بسيارات الأجرة، والتي هي في زيادة مستمرة، بحيث زادت من 1000 دينار جزائري إلى 1500 دينار جزائري شهريا، ومن 12000 دينار جزائري إلى 18000 دينار جزائري سنويا. أعتقد أن عشرات الآلاف من المواطنين الممثلين لهذه الفئة سيتألمون ويتضررون منها، لأنها زيادة مبالغ فيها، حيث بلغت نسبة 50% بالنسبة لقانون المالية لسنة 1997، لأن هؤلاء لهم مصاريف أخرى يدفعونها زيادة على هذه الضريبة، وأذكر من بينها اشتراكاتهم في صندوق الشيخوخة والتأمين واستهلاكهم الطاقة التي أسعارها في تزايد مستمر، وقطع الغيار التي يستهلكونها بدرجة مساوية لاستهلاك الطاقة، مع العلم أن أسعار تذاكر النقل بالنسبة لهذه الفئة مستقرة منذ عدة سنوات، وهي الشيء الوحيد الذي عرف هذا الاستقرار في الكثير من جهات الوطن. وزيادة عن ذلك، هم ملزمون بتسديد قسيمة السيارات التي قد تقرر إحداثها في قانون المالية لسنة 1996، وكان من المفروض أن تختص بهذه السنة فقط، ولكنها أدرجت في قانون المالية لسنة 1997، وها هي كذلك تدرج في قانون المالية لسنة 1998، وكأنها أصبحت من الضرائب الرسمية. لهذا فإننا نقترح حذفها نهائيا من قانون المالية الحالي، وإذا صار وجودها ضروري كوجود الملح في الطعام فنطلب تخفيضها بنسبة 50% على السنة الماضية، وهذا حتى نضمن عدم تهرب عشرات الآلاف منها وتشجيع كل المعنيين بها على دفعها، وخاصة أصحاب سيارات الأجرة. يجب علينا ألا ننسى مساهمة هذه الفئة في الاقتصاد الوطني من خلال استثمارهم في ميدان النقل، ومساهمتهم في الحفاظ على عشرات الآلاف من مناصب الشغل على مستوى الوطن، وكذلك مساهمتهم الفعالة في حل مشاكل النقل، في حل مشكل النقل الذي هو الآن من أهم وأعوص المشاكل الوطنية. وبهذا سيتجسد الإجراء الجديد الذي جاء به قانون المالية لسنة 1998، والذي يهدف إلى تجديد الحاضرة الوطنية. والسلام عليكم. شكرا السي أحمد.